أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن مجموعة من الأشخاص اتفقنا على عمل جمعية تعاونية، وذلك لمساعدة المنكوب والمحتاج، واجتمع لدينا قرابة 80,000، وقد حال عليها الحول، فهل على المبلغ زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فهل تصرف لأحد أعضاء الجمعية إذا كان من أهل الزكاة، مع العلم أن هذا الشخص يدفع مبلغا شهريا قدره 50 ريالا؟ المال المجموع لمساعدة المحتاجين ليس فيه زكاة، لأنه هو للزكاة، مصرفه مصرف الزكاة للمحتاجين، ليس فيه زكاة ولو مضى عليه حول. نعم، انتهى. حسن الله، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.